ايه الصعوبات اللي واجهتك في التحضيرات للمسلسل؟ كمان كنت بتصور وهو بيتعرض في رمضان، فده اصلا لود على الناس رهيب يعني. بالنسبه للصعوبات طبعا يعني انا يعني الحمد لله يعني ما كانش فيه صعوبات كتير، لان انا علاقتي بربنا كبيره جدا، فاي صعوبات انا الحمد لله يعني بتغلب عليها. الدنيا تمام دايما. هو اكتر واحد تعب في المسلسل يا برا. لا الصعوبات يعني هو مسلسل صعب جدا، بس انا كنت مبسوط فيه بيه جدا، لان انا بحب المسلسل ده، وكانت طاقتي وباوري من الاول. انا مآمن بالبروجكت من الاساس، وحتى من البدايه يعني من قعدتي انا والاستاذه سميه في الاساس خالص، وحمدان والمنتج استاذ ممدوح شاهين، طول الوقت احنا مآمنين جدا بالبروجكت ده من الاول خالص. وانا كنت شايفه يعني كنت شايف هو هيبقى شكله عامل ازاي، وهو انا حابب المشروع ده لان هو قريب من الناس، وكنت حابب قوي اعمل حاجه قريبه من الناس، قريبه من فكر الناس في الوقت الحالي. المسلسل الورق كان حلو جدا، فكره قصه التمثيل كان هايل، استاذه سمية خشاب طاقه وباور وبوزيتيف انرجي طول الوقت، وطول الوقت سبورت لكل عناصر العمل، بحبها جدا، وشاطره وكرييتيف وممثله عبقريه. كل الناس بقى يعني طبعا استاذ محمد رضوان طاقته برضو من الناس اللي بتذاكر وبتحفظ وكرييتيف، نانسي من الناس الحلوه جدا جدا، نانسي البونبونيه بتاعت العمل ده كل مشاهدها بجد والله يا نانسي لذيذة حبوبه يعني. كتير بكون انا تعبانه او مجهده بنشتغل ساعات كتير قوي، بتدخل هي اللوكيشن ايوه يلا بقى هي اصلا ايوه هي اصلا كل مشاهدها يعني انا من الناس اللي والله بجد كانت مشاهدها بتموتني ضحك اصلا، حتى لو هي بتتخانق مع جوزها ميشو طول الوقت لا بضحك جدا. محمود عبد المغني ممثل هايل وعبقري، وبينزل برضه طاقته حلوه، بينزل يجري في اللوكيشن اول ما يدخل. فين التمثيل؟ فين المشهد؟ فين التمثيل؟ اول ما يدخل اللوكيشن انا اضحك على طول. فين التمثيل؟ يا ساعات على طول يقول للبرامج يا ساعات الظابط سايبه على جنب. محمد القص ممثل هايل جدا صحيح، ومبسوط ان هو لعب الشخصيه دي، وانا كنت موعده من الاساس قلت له لا العب دي، لان هو كان المفروض هيلعب شخصيه تاني في العمل، وانا قعدت اقول له لا العب شخصيه صقر الصعيدي ده، هتلاقي كل الناس حباك اكتر، وهيبقى بالنسبه لك جديد احسن ما تعمل الشخصيه الثانيه دي، وكنت شايفه فيها جدا. سما ابراهيم وطبعا طلع حلو قوي. سما ابراهيم ممثله هايله وعظيمه وعامله شغل هايل، وكل الناس، استاذه هاله فاخر طبعا، طبعا ابراهيم السمان وحسن عيد ومصطفى منصور وزينة منصور، كل الناس يرحمه جميل برسوم طبعا ربنا يرحمه استاذ جميل برسوم، استاذ محمد عبد العظيم المعلم عباس. انا الشخصيه دي بجد بجد يا جماعه ممكن انا اول مره اقول قدام كل الناس الموضوع ده، انا الشخصيه دي كانت قريبه مني جدا، لان انا شفت معلمين كتير في الحياه بالشكل ده، فانا كنت شايفه طول الوقت يعني. شخصيه مثلا استاذ محمد رضوان هو راجل مافيا وعنده شركه امن وبتاع، شفت الشخصيات دي كتير، لكن معلم عباس ان هو يبقى كبير موقف وبتاع، فانا شفت ده، فهو بصراحه عمله حلو قوي وكان راجل عظيم، وكل الناس كانت اضافه ليا، وانا مبسوط يعني ان كل الكاست اللي كانوا معايا كانوا اضافه كبيره جدا ليا، وانا كنت اضافه برضو ليهم طبعا. اكيد اكيد.